السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استل نحن متواجدين في هذا المكان الحلو والجميل. مثل ما تشوفون في خلفية الفيديو شاشة السكيتينج حق دبي مول. فنحن نصور من هالمكان الحلو. وحلقتنا اليوم تتكلم عن كيف تعلي استحقاقك في الحياة، أو كيف ترفع درجة استحقاقك في الحياة. طبعاً هذا أو هاي الحلقة معتمدة أساساً على الحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها عن كيف أن الأفكار تولد المشاعر، والمشاعر تولد السلوك. فانتبه لأفكارك. وهنا نبغي أقول لك نقطة مهمة جداً، إنما أنت لما تعود نفسك أول ما تيك الفكرة شوف هاي الفكرة إيجابية ولا سلبية. إذا شفتها سلبية شلها وعلى طول ارميها برا عقلك أو برا تفكيرك فورا. وإذا كانت إيجابية استمر فيها وخليها تتحول من فكرة إلى شعور إلى سلوك. طبعا في البداية أكيد ما بيكون العمل سهل، لأنك أنت إذا كنت متعود على التفكير السلبي بتشوف هاي صارت لك عادة، وصارت الأمور السلبية أصلاً تخترق أفكارك باستمرار، وتنزل إلى شعورك باستمرار، تنزل إلى سلوكك وإلى واقعك باستمرار. وهذا بتصير هي طبيعة وعادة ومستمر عليها من سنوات طويلة طول حياتك الماضية. فطبعاً بتبغى منك بعض المجهود وبعض التكرار وبعض الجهد، لكن صدقني بعد فترة بتتعود عليها وبتنتقل إلى حياة إيجابية سعيدة مليئة بالفرح والسرور والنشاط والحيوية. وهذا طبعا يوم بتشعر فيه بتقول وين كنت أنا، وين صرت الحين أنا، معقول هالكلام؟ طبعا يوم بيشوف عقلك أنك أنت داخل في مرحلة فرح وسرور وإيجابية بيجيب لك مثلها. الأفكار الإيجابية تجذب أمثالها، والطاقة الإيجابية تجذب أمثالها. وإذا انتقل إلى الشعور، الشعور الإيجابي يجيب لك نفس النوع من الشعور، وكذلك إذا نزل في السلوك وفي التصرفات بيجذب لك نفس التصرفات ونفس السلوك، نفس الأحداث في حياتك تكون كلها إيجابية، فرح وسرور وسعادة. طبعا يوم تعلي استحقاقك بهذه الأفكار الإيجابية أنك تستحق الأفضل، وتستحق الأحلى، وتستحق الأجمل، وتستحق الأغلى. نعم، عندما تشتري، عندما تسافر، تستحق أنك تسافر، تستحق أن تركب سيارة الجميلة، الملابس النظيفة الغالية، ما في مشكلة، وتشتري الأشياء اللي تناسب. ومتعلي من استحقاقك في المشتريات، في السفرات، في المقتنيات، في المطاعم اللي تروح لها، في الأماكن اللي تزورها، في رحلاتك وطلعاتك مع عيالك، مع أبنائك، مع زوجتك، مع أسرتك. فكل هالأشياء تعلي من استحقاقاتك عندما تفكر إيجابياً، وعندما تقول أنا فعلاً أستحق، ما تردد كلمات سلبية مثل أنا وين، أنا وين هالشيء، وين أنا هذا المستوى. لا لا، هاي الأفكار تعطيك على طول، تسوي بلوك في تفكيرك على طول، إن أنا ما أقدر أسوي هالشيء، أنا وين، وهالشيء وين، بعيد عني، وهذا للطبقة الفلانية، وهذا للمستوى الفلاني، وأنا وين، وهذا وين. هالكلمات كلها تغلق عليك الباب، وتغلق على عقلك التفكير الإيجابي وعلى الاستحقاق العالي. والاستحقاق يأتي من الفكرة ومن العقل، أول ما يبدأ هنا ثم ينطلق مثل ما ذكرت لك في الحلقة السابقة، ينطلق إلى شعورك. وعندما يتولد الشعور، وخاصة عندما يكون الشعور بكثافة حسية عالية، أنت تكون في الواقع أن تركب هذه السيارة الجميلة والفارهة والغالية اللي تناسب مستواك طبعا، ونفس الشيء في اللبس، نفس الشيء في الأكل مثل ما ذكر، نفس الشيء في سفراتك، في طلعاتك، في استحقاقاتك كلها، في تعليمك، في معرفتك،
كل هاي الأشياء تتطور عندك بسهولة وأريحية عندما أنت تجد نفسك مستحق لها وقادر عليها بكل شيء. تقول أنا قادر ومستطيع ومتمكن والحمد لله، عندي قدرات الله سبحانه وتعالى وفرها لي من هذه الإمكانات وتسخير هاي الكون كله. طبعاً هاي المنظومة كلها مسخرة لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت مستحق وأنت تستحق الأفضل وتستحق الأغلى وتستحق الأجمل في كل جوانب حياتك إن شاء الله وتعالى. وأتمنى لك كل الفرح والسرور والخير والبركة طبعاً يسري في حياتك ويسري في حياة أسرتك، وأتمنى للجميع الإيجابية والأفكار التي تولد العواطف والمشاعر والأحاسيس الطيبة السعيدة، التي بالتالي على طول تعطيك واقع جميل وسلوك سعيد إن شاء الله وتعالى. وطبتم وطابت أيامكم جميعا، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وتعالى. إلى ذلك الوقت إن شاء الله وتعالى، منكم مني لكم كل المحبة، أحبكم كثيرا، أحبكم بلا شروط وأحبكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.